مصر دي عبقرية الزمان والمكان وعبقرية ولادها، والله بكلمك بجد. يعني أنا لا أظن على الإطلاق أنه الحضارة المصرية مبنية على فكرة وضعها الجغرافي وعلاقتها ببقية المجتمعات اللي حواليها فتصبح حالة جيوسياسية زي ما بنسميها. مصر بعد ربنا سبحانه وتعالى هبت الإنسان المصري. المصري اللي فعلا دون أي مبالغة بمنحة إلهية قادر على أي شيء بالمعنى الحرفي. باحث شديد الذكاء عن كل حاجة وفي كل حاجة، في كل مواطن البحث والفكر والفلسفة، أي منتوج فكري أو عقلي هتجد المصريين فيه فعلا شديد التفوق. على سبيل المثال للحصر، هنتكلم شوية عن باحث مصري بالولايات المتحدة الأمريكية بيكشف اقتراحاته في مؤتمر المناخ حول إنشاء مركز بحثي للطاقة الشمسية في مصر. بس كده؟ لا. واستخدام حرارة الرمال، خد بالك بقى، يعني الشمس تشع ضياء وتشع حرارة. طب والحرارة دي بيحصل ايه؟ جزء كبير جدا منها بيختزن في الأرض، الرملة. حلو. فهذا الباحث العظيم يبدأ يشتغل على ازاي نقدر نطلع الطاقة من حرارة الرمال. ده بقى ايه؟ زيرو كربون، زيرو انبعاثات كربونية. مخ المصري. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون مهندس رامي العدلي، مدير البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، الحاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، عقبال ولادي آمين يا رب، في مجال الإدارة أو إدارة الاستدامة. أهلا 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 بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، شكرا جدا لتشرفني يعني النهاردة معاكم في البرنامج. لا ده احنا اللي متشرفين جدا وفخورين جدا. يمكن الاول سؤال استهلالي كده في السريع، امتى سافرت هارفارد وحصلت من هناك على درجة الماجستير؟ انا حصلت على الماجستير في 2021، ده لما اخدت الشهادة. بس انا ابتديت البروجرام بدري شوية وتعطلت شوية بسبب الكورونا وكده، بس الحمد لله يعني هو وصلت اخذت الشهاده في الاخر. يعني وصلت ازاي لهارفارد؟ يعني هارفارد في النهايه الترتيب بتاعها هي رقم واحد على العالم، تتنافس احيانا مع اوكسفورد، تتنافس احيانا مع كامبريدج، تظل هارفارد هي هارفارد. فازاي وصلت للجامعه رقم واحد على مستوى العالم؟ تمام. هي ابتدت بصراحه وانا في مصر، ابتدت وانا في الجامعه الامريكيه هنا في مصر، كنت بدرس هندسه ميكانيكيه وكنت بعمل ابحاث كتير وانا في الجامعه. والحمد لله انا من الابحاث اللي انا بعملها ابتديت اسافر واروح مؤتمرات، ومن الابحاث والدكاتره اللي قابلتهم في الجامعه انا وصلت للدكتور في هارفارد، وابتديت اعمل ابحاث معاه في الصيف. فكنت بروح اسافر في الصيف معاهم، بقعد معاهم 3 شهور، بقعد اشتغل على حاجات فيري يعني حاجات تكنيكال قوي. وبصراحه انا ما كنتش اتصور وانا واحد لسه ما اتخرجتش من الجامعه كنت اعمل الشغل ده، بس دي فتحت لي طبعا اوبورتيونيتيز كتير. والحمد لله يعني يعني هي ابتدت كده، يعني هي ابتدت من الحته دي. وبعد كده انا الحمد لله بعد ما اتخرجت اشتغلت في هارفارد لمده 2 سنين، وكنت هناك مسؤول عن ريسيرش لاب هناك، وانا اللي كنت يعني بساعد البي اتش دي ستودنتس، الطلبه اللي هم بيعملوا الدكتوراه وحتى بعد الدكتوراه، في ازاي ياخدوا المعلومه من الايكويبمنت اللي كانت عندنا في اللاب. يعني
يا فرحتنا بيك. بص انا ليه بسال الاسئله دي في البدايه؟ عشان بس بحاول ارسم خط على امتداده واستقامته لكل الولاد والبنات اللي بيدرسوا في المدارس او في الجامعات، ازاي تقدر توصل لواحده من التوب سكولز ان لم تكن اولها على مستوى العالم يعني. فده اول حاجه، فربنا يوفقك وعقبال البي اتش دي وتملا الدنيا بابحاثك وتطبق في الدنيا يعني. انا حتى مش عارف سمعتني ولا لا، بقول عقبال اولادي، لان انا ابني عاوز يطلع مهندس وعاوز يسافر امريكا وحاجات زي كده. ربنا المصاريف هناك جامده قوي يا رامي انا عارف. المهم خليني هسالك على البحث بتاعك على مساله توليد الطاقه من حراره الرمال. واحده واحده عليا، ابني هو اللي عاوز يطلع مهندس، انا لا، فواحده واحده عليا. تمام، انا هحاول اجيبها كده من الاول خالص. فهي هو اولا الطاقه الشمسيه فيها نوعين، فيها نوع اللي احنا بنستخدم الضوء من الشمس، ونوع تاني بنستخدم الضوء بنركزه وبعدين نستخدم الحراره، وبنستخدم الحراره دي في توليد الطاقه. فالنوع التاني ده لو حضرتك فاكر واحنا صغيرين كنا بنجيب ورقه وكده عدسه كده وكنا بنحرقها، هي تقريبا نفس الفكره. احنا بنسخن بنركز الشمس في حته صغيره وبنوصل درجات حراره لارقام عاليه جدا، وكل ما الرقم يعلى يعني طبعا في ليميت، بس كل ما الرقم يعلى جنرالي كل ما الافشنسي بتزيد. فمعنى كده السيستم نفسه بيبقى مور ابليكابل، ومعنى كده السيستم ده ممكن يتطبق في حتت اكتر. انتوا كانت المشكلة الكبيرة بقى في السيستمز الحرارية دي اللي هي بتستخدم الستورج بتاعها ضعيف، يعني كانوا بيستخدموا حاجة اسمها مولتن سولت أو الملوح الذائبة، وده بيبقى عنده مشاكل في المينتننس والأوبريشن ومكلف جدا. فعشان كده دلوقتي ابتدوا يدوروا على حلول أخرى، فحل من الحلول دول هو استخدام الرملة أو استخدام بارتيكلز صغيرة زي الرملة. في لغاية دلوقتي ده لسه في الريسيرش ستيج، يعني ما وصلش اللي هو يتطبق بطريقة كوميرشال، يعني زي مثلا محطات الشمسية اللي بنبان، مش هيبقى حاجة زي كده. هو لسه في محطات اتبنت بس محطات صغيرة، وهما تجارب يعني بيجربوا عليها حاجات مختلفة، يغير حاجة معينة يشوف اللي هيحصل، لو غير الفلو بطريقة معينة يشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي. يعني أنا لحد دلوقتي لسه ما أقدرش أطلع منها إنتاج كمي اقتصادي من الطاقة، لسه ببحث بالزبط. ده لسه في البحوث، بس يعني الحمد لله هو وصل لمرحلة دلوقتي كويسة، فهم متوقعين في خلال سنتين ثلاثة ممكن ده يبتدي يتطبق كوميرشال. يعني ده هيبقى حاجة رائعة، يعني من الممكن انه في خلال الكام سنة زي ما بتقول سنتين ثلاثة او حتى اربعة، يعني كل ده في اطار المجال البحثي ده انا فاهمه، دي كلها مدة صغيرة في مجال الابحاث، فما فيش مشكلة انها تبقى سنتين او ثلاثة او حتى اربعة، لكن اقدر اطلع منها كميات طاقة تخدمني بشكل اقتصادي، يعني اقدر اطلع طاقة تساعدني على إدارة، أنا حتى استخدمت مصطلح إدارة مش بس إنارة، إدارة مدن. لا لا طبعا طبعا، يعني هي بس يعني بس برضه عشان كلمة إدارة المدن دي أنا ممكن أقول لحضرتك على حاجة، هي دلوقتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكل الطاقات المتجددة معظمها دي بتطلع لنا حاجة اسمها سايكليك إنرجي، يعني الطاقة بتفضل تطلع، يعني إحنا الصبح مثلا الشمس بتطلع فبيطلع بنحط طاقة في الجريد أو في الشبكة، وبعد كده لما الشمس بتنزل احنا لازم نسحب الطاقة دي من حتة تانية. فهو دايما لازم يبقى في بالانس ما بين الفوسيل فيولز والطاقة الشمسية والرياح وكل ده، أو يبقى عندنا ستورج اللي هو تخزين بقى، يا إما في بطاريات يا إما تخزين في حاجات حراريه زي الرمله مثلا، وبعدين بنستخدم الحراره من الرمله عشان نولد طاقه بالليل. يعني هي دي كل الفكره اللي احنا نستخدم ستورج عشان يبقى عندنا كونسيستنت
اوتبوت من المحطه نفسها. يبقى ده الميديوم او الوسيط بتاعي. بالظبط بالظبط، ما يبقاش طالع ونازل طول شويه، لو الشمس راحت شويه يبقى الطاقه تقل، لا بيفضل خط مستقيم كده طالع من المحطه زي محطات الغاز. صحيح بالزبط. صحيح. رامي او مهندس رامي، انا سعيد جدا بالمكالمه، سعيد جدا بالنوع ده من الابحاث، سعيد جدا بان احنا في عندنا عقل مصري فز كما جرت العاده، بس في حالتك ده شيء اكتر من رائع كمان ان انا اسمع صوتك وان انا احاول افهم منك قدر الامكان. الف 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 شكر، ربنا يوفقك، وفي انتظار انه الابحاث دي باذن الله تنتهي يعني بشكل استخدام كمي واقتصادي للطاقه، وفي انتظار البي اتش دي بتاعتك ان شاء الله. الف 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 شكر. مهندس رامي العدلي الباحث المصري بجامعه هارفارد وتوليد او استخلاص الطاقه من الحراره اللي مخزنه في الرمال. حدوته، عرفت ليه بقول لك المصريين حاجه تانيه؟